مباراة أسعد بالتواجد للتعليق عليها بصراحة، لأنها مباراة تنافسية وقوية جدا. هناك شيء على المحك، الكل يتطلع لتقديم كل ما لديه. مثل هذه المباريات تصبح ذات أهمية كبرى وتفرز اللاعبين الكبار، الشخصيات الكبيرة اللي تظهر في مثل هذه المواقف الصعبة. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها، الشعر العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير. يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. ليونيل ميسي، كرة في الشباك، يا إلهي، كرة في المرصع من أجل تحقيق الفوز، ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة، ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل، توقيت كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. لمسة بينية، ليفاندوفسكي يستلم الكرة من الخلف، يبعد الكرة إلى بر الأمان. فرصة هجوم معاكس، يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تدخل حاسم لقطع الكرة، بدايتها يلعب كرة بينية، تدخل في توقيت حاسم، يلعب كرة للجانب الأيمن، لديه حلول كثيرة الآن. نيمار، وكرة في اتجاه المرمى، يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. الأرجنتين، كرة رأسية، بنوا الهجمة بشكل رائع، على اليمين، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، مرت الكرة بشكل جميل، عدت الكرة، ليونيل ميسي. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، السريعة كهذه. وأكيد أنه أمر مبهر جدا أن ترى فريق يتحول من الدفاع للهجوم بهذه السرعة. ليونيل ميسي، الله على هذا الأداء، هدف آخر. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. الأرجنتين يدخل الشوط الثاني بتغيير تكتيكي، سنرى أثر هذا التغيير مع استئناف المباراة. ليمر، بينية رائعة، فورلان لوحدة أمام الحارس، فورلان، فعلها وسد الهجمة، لعب الكرة بكل هدوء، بثقة، بإمكانيات عالية جدا، بلمسة حريف. دخل لقلب الموازين، دخل لصناعة الفارق، هنا يصنع الفارق، يسجل. وقع مسار الكرة، ممتاز في التمرير، لم تلعب بشكل صحيح، بإمكانه إبعاد الكرة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعب كرة على اليسار، كرة تعود للخلف، وصلت إليه، موجود هنا لقطع الكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. رياض محرز، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. لمسة على اليسار، بينية جميلة، يسيطر على الكرة، كرة أرضية إلى المنطقة، جوردي ألبا، لايمر، أليسون ينجح في التصدي، يستقبل الكرة في وضعية ممتازة، يقطع الكرة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، كرة من جهة اليمين، وعرضية، ضربة رأسية، والكرة في الشباك، جول. تمريرة جميلة، حارس متألق وينجح في الحصول على الكرة.
وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة.